الأصوات الحلوة كتيرة، بس اللي يدور عليها وينكش عليها. مصر مليانة أصوات جميلة الحقيقة، وأصوات مختلفة ومتنوعة كمان. ومصر أنا بشوف يعني إن مصر أصوات المصرية مشهورة بإحساسها أكتر حاجة، يعني أصوات حلوة وكمان عندها إحساس عالي جدا، وده اللي بيميز الأصوات المصرية. يعني أنغام، شيرين، جمالهم أكتر حاجة في إحساسهم الجميل. الحقيقة في أحد المنتجين المصريين اتحمس اللي هو يكتشف أصوات جديدة ويقدمها للجمهور المصري، وده حاجة لطيفة جدا. قدم من مجموعة من الأصوات، منهم صوتين معانا النهاردة، منة عماد أهلا وسهلا يا منة، أهلا وسهلا بحضرتك، وغرام مصطفى أهلا وسهلا يا غرام. كل واحدة فيهم حقق الفيديو بتاعها على اليوتيوب أكتر من 2 مليون مشاهدة، وده حاجة لطيفة جدا، معناه ان الناس بتصوت لكم اهو على الهوا، يعني الناس بالظبط الحمد لله كأنكم بتعملوا بروجرام لايف والناس بتصوت على الأصوات بتاعتكم. ده حقيقي. أهلا بيكم منورنا. نور حضرتك. ميرسي. غرام أنت عندك 15 سنة. أنت بتدرسي في سنة كام دلوقتي؟ أنا في الطالعة تانية ثانوي. أنت يعني مين اللي اكتشف إن أنت صوتك حلو وقال لك صوتك حلو وشجعك؟ أنا كنت قاعدة بغني عادي في البيت، وماما يعني سمعت صوتي، فهي حبت إن هي تنمي الموهبة، لأن يعني هي ماما أصلا بتحب الحاجات دي، بتحب الفن والغنى. فهي اللي نمت الموهبة والحمد لله. عملت ايه بقى عشان تشجعك او تنمي موهبتك؟ هي الأول ادتني ان انا ابقى يعني فيا ثقة، يعني عندي ثقة في النفس، ان انا اقدر اقف قدام جمهور ومسرح. فبقيت تمام يعني والحمد لله، وطبعا الفضل يرجع لماما علشان هي اللي يعني هي اللي شجعتني قوي. هي نسخة من ماما على فكرة غرام، يعني نفس العينين الحلوة ما شاء الله. لا بس خدتي دروس فوكاليز او تدريبات صوت او كنت كده؟ بتعلم في معاهد عندنا. فين؟ في الهرم. وبس. وتعلمت تدريبات صوت، خدتي تدريبات صوت ازاي تغني، تفتحي صوتك، طبقات الصوت، الكلام بالظبط كده. طب حلو جدا. منى بقالك قد ايه بتحاولي تغني؟ لا بقالي كتير قوي، انا المفروض متخرجه من الجامعه بقالي مثلا حوالي 5 سنين. ده ولا حاجه؟ لا ده كتير. لا ما تستفزنيش. خلاص ساكته. تمام. وطبعا الموضوع بادئ معايا من وانا صغيره، يعني يمكن اصغر من غرام بكتير، من وانا تقريبا في كي جي 1 او كي جي 2 الموضوع بدا معايا هنا. اكتشفتي موهبتك في كي جي 1؟ يعني اهلي هم اللي اكتشفوا الموضوع طبعا، يعني ربنا يخليهم ليا، هم الاكتر ناس مدعميني. والدي ووالدتي. فالموضوع بقى من هنا بقى في المدرسه، وبقيت في حفلات المدرسه، وبعد كده بدا دخلت في الجامعه. كنت في كل حفلات الجامعه، مسابقات الجامعه، كليه خدمه اجتماعيه جامعه حلوان. طبعا دراستي ما كانش ليها علاقه خالص بموهبتي، بس قدرت ان انا انميها من خلال النشاط الفني هناك. التحقت بالمنتخب الجامعه، فكنا طبعا بنطلع حفلات كتير، مسابقات، الحمد لله كنت باخد مراكز اولى ما شاء الله. فطبعا الموضوع في دمي يعني من وانا صغيره. فلغايه لما بدات خرجت من الجامعه بدات اعمل حفلات على اكبر في الموسيقى العربيه. عملت اغنيه خاصه بيا كانت دويتو اسمها شباك امل. كانت لاحدى مستشفى السرطان يعني. اغنيه برضو اتعرضت كتير قوي، اتعرضت هنا برضو. فالحمد لله. وجي موضوع الشركه استاذ محمود. طيب احنا هنعرف بقى عن ازاي عرفتوا الشركه وكده، بس نسمع بقى حاجه منكم. مين عايز يبتدي؟ خلاص انا اقول الاغنيه اللي انا عملتها الكفر، اغنيه انا مش باقي عليك. هي دي يعني ولا اقول ام كلثوم؟ اللي هي يعني زي مسابقه، هي بتبقى كفر ان انا بغني اغنيه لمطرب بس بشكل تاني، بتوزيع تاني. اوكي. بس انا ممكن ابدا يعني اقول الاغنيه دلوقتي، ولا ابدا مثلا كنت هغني وصفولي الصبر؟ زي ما انت حابه يعني، اللي خلاص انت عايزاه. انا هبدا اغني الاثنين بس زي ما انت حابه. غني يا ام كلثوم عشان الناس تعرف صوتك بحاجه كده تقيله تستاهل. تمام. عصفولي الصبر لقيته خيال، وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يتقال. عصفولي الصبر لقيته خيال، وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يتقال. اهرب من قلبي اروح على فين،
ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا أمل تيرارارارا أمل تيرارارارا أهرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا امل تيرارارارا امل تيرارارارا امل وحنان عيني عيني على عاشقين تيرارارارا حيارى مظلومين عالصبر مش قادرين عالصبر مش قادرين عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني را 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 عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني وصفولي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب اتقال. الله حلوة جدا يا من حلوة جدا. انت برضو مش فاتحة صوتك يعني صوتك فيه مساحات حلوة عريضة بس انت مش فاتحاها يعني عايزة تدندن على خفيف كده عايزة لو فتحتي تجيبي طبقات هايلة جدا يعني الحمد لله. غرام طب تسمعينا حاجة؟ اوكي. قدمتي في مسابقات منا او غرام قدمتوا في مسابقات قبل كده من اللي هي التالنت شوز دي والمسابقات المواهب؟ حصل اكيد بس حصل مشكلة في السفر بعدها وبعدين انا عرفت انهي واحدة اللي اقول عادي ذا فويس بس حصل مشكله عندي في السفر وبعدين انا برضو عندي وجهه نظر بس ممكن تكون مختلفه يعني في اول اوديشن وتاني اوديشن بس حصل انا مشكله عندي في السفر بس انا عايزه بس اقول نقطه ان حته المسابقات دي يعني المطرب بيبقى عايز مثلا عايز حد يدعمه اكتر مثلا لو حد قال له كلمه من لجنه التحكيم كلمه مثلا ممكن تحطمه نفسيا تخليه ما يغنيش تاني عشان حصلت الناس زمايلي كتير فعلا. وهم فعلا اصوات كويسه جدا بس وممكن لجنه التحكيم تاخدها على سبيل الهزار بكلام معين وهي اصوات كويسه جدا اصل في ناس كتير بتفتكر نفسها اصوات كويسه جدا ما برضو احنا عندنا لا 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 كلنا فاكرين احنا بنعرف نمثل كلنا وكلنا فاكرين احنا بنعرف نغني كلنا اكيد بس ومضطهدين هو ده مش حقيقي على فكره انا عارفه طبعا بس انا بتكلم ان هم حاليا مشهورين اصلا وعملوا ليهم شغل كبير وكده هي وجهه نظر يعني بسيطه بس انا يعني بس انا ما عنديش مشكله طبعا في البرامج دي بالعكس هي بتحقق شهره كبيره جدا. طيب نعرف بقى نشوف غرام نسمع صوتك وبعدين نشوف عملتي ايه. ماشي. برضاك يا خالقي لا رغبتي مقصدي
لما ناجيك، لما ناجيك، ولما تستمع شكوى ده صعب على فكرة. الأغنية دي صعبة جدا طبعا، يعني، انتي مختارة أغنية بجد صعبة جدا، فيها طبقات وفيها تلوين وصعبة يعني، فيها كمان لازم محتاجة ودن موسيقية جدا هي يعني. الأغاني دي هي اللي علمتنا الغنى أصلا، هي اللي اتعلمنا الطبقات المقامات، هي يعني يعتبر صحيح هي صحيح. اللي من خلال. عرفتي ازاي عن الشركة بقى وتقدمت لها ازاي؟ انا شفت فيديو على الفيسبوك يعني، فعجبني قوي وحبيت الفكره جدا. فيديو ايه؟ ناس بتغني يعني؟ الناس بتغني، فانا دخلت وعملت سيرش على الموضوع كله، فعجبتني دي اكتر شركه يعني عجبتني، فروحت وعملت الاغنيه والحمد لله حققت نجاح يعني. بس طب حلو جدا. قدمتي قد يعني؟ هو انتوا بتقدموا كذا حد وكل الناس يعني بيختاروا منهم، ولا طبعا بتبقى شكل اكيد. الاختيارات ازاي؟ هم مثلا يعني لو قدموا مثلا 10 يعني على حسب اللي صوته حلو، هم اكيد ما بيفضوش حد صوته حلو، لان دي ناس يعني بتبقى عايزه تغني يعني وناس يعني بيختاروكوا على اساس ايه؟ بتبقى مسابقه ولا بتبقى مش مسابقه؟ لا هو يعني الحد الناس اللي بتبقى صوتها حلو ونفسها تحقق فعلا ان هي تسمع الناس كلها صوتها، يعني دي اكتر شركه هي يعني شركه داعمه للمواهب يعني، هي اول فعلا. شركه داعمه على السوشيال ميديا وبتحقق اي مشاهدات مواهب ولا كبيره. لازم يعمل الاول يشوف مين اللي صوته احلى؟ لا لازم طبعا، بيكون في طبعا تيست للاصوات طبعا وكل حاجه، بس بيكون في دعم غير دلوقتي في موضوع الانتاج طبعا. فطبعا انا بشكر استاذ محمود التوني ان هو بجد بيدعمني ودعم غرام ودعم ناس كتير زمايلنا غنوا في الشركه، وبرده حققت. شكل الدعم ازاي بقى بيكون؟ قولوا لي. ان هو يعني بيسيب لنا الاختيار الاغنيه، بيسيب لنا ايه الشكل اللي احنا عايزينه. لا يعني هينتج لكم اغاني، هيعمل لكم حاليا في حاليا هو المفروض ان في انتاج اغاني جديده لينا خاصه بينا، فالموضوع ابتدى يتطور جدا يعني. مين هيلحن مثلا اغنيه غرام مثلا؟ اللي عندك اغنيه غرام؟ لا هو لحد دلوقتي انا لسه يعني ما اخترتش الاغنيه لسه يعني في التحضير. لسه بنحضر. ملحنين كتير لسه يعني، هو في كذا حد بنتعاون مع كذا حد، كذا شاعر وكذا ملحن يعني، هو في كذا حد والله لسه يعني، انا لسه مش هقدر حتى اذكر الاسم دلوقتي عشان احنا كل ده لسه في التحضير يعني. فبس الموضوع هيبقى على توسع اكتر، ويا رب يعجب الناس ان شاء الله. بس انا هو الحاجه اللطيفه اللي احنا نسمع اصوات جديده حلوه واصوات كمان صغيره يعني، انت شويه تدريب كده وممكن تبقي صوت جميل جدا، بس لازم تختاري كمان نوعيه الاغاني اللي تناسبك يا غرام. أكيد. طيب غنيتي ايه بقى في المسابقه؟ نشوف منا غنيتي ايه. غنيت مش المسابقه يعني، في الاغنيه انا مش باقي عليك. الاغنيه دي للمطرب والملحن رامي جمال، هي كانت اغنيه قديمه يعني من 2006 مثلا، بقى لها كتير. بس اغنيه انا حباها جدا. هو اللي ملحن الاغنيه بس غناها. طب يلا سمعيها لنا علشان ايه جزء كده ونسمع اغنيه غرام. تمام. انا مش باقي عليك، مش ناوي اعيش في الجو ده، واللعبه اللي في ايديك عرفت تكون متمرده. يا حبيبي انا مش كده، انت اللي خلتني كده، ضيعت سنين كتير وانا كنت عايشة مغيبة، تنسى وبتروح بعيد وانا في الجراح متعذبة، خلتنا كره يقولوا عليا اني طيبة. انا من كتر الجراح ما بقتش عارف اعدها، وبنيت احلام كتير لكن غرورك هداها، كدب بس الحقيقة في يوم بتكشف نفسها،
شكرا على كل حاجة عشان خلاص فوقتني. انت ما ظلمتنيش، بالعكس ده انت لحقتني. قوم سيري في يوم هعيش مع حد قلبه يحبني. احساسك حلو جدا يا منى، والاغنيه جميله. هو اللي بيغنيها رامي جمال اصلا؟ هو اصلا ملحن بس الاغنيه. دي اغنيه البنت. ما هي هو ملحن الاغنيه، يعني هي كلمات شعر كاتبها البنت وهو مين اللي اللي بيلحنها. لحنها بقى؟ ما هو اصلا كان ملحنها، فهي وبس نزلها بصوته على اليوتيوب. اوكي. تمام. هو بيعمل اغاني يلحنها وينزلها على اليوتيوب يعني. حلو. فطبعا عجبتني جدا وحبيتها. هي نكت شويه بس لا لا احنا في النكت الحمد لله. هي حققت. هي ده اللي بينجح هو عندنا. ده اللي نجح فعلا. اتفضلي يا استاذه. والله ما تحدي ولا يوم هقول ازاي تقدر تعيش بعدي، ايام هتعدي وبكره تتعود يا حبيبي على بعدي. انا بس بتضايق علشان بشوف عينيك نظرة صعبان عليك وعليك ده مش لايق. هتسيبني خلاص وانا واردة، محدش مات بالوحدة وعدي، ما انا قبلك عشت لوحدي. هتسيبني خلاص وانا ارضى، محدش مات من الوحدة وعدي، ما انا قبلك عشت لوحدي. ميرسي جدا غرام. انت محتاجة فوكاليز، يعني محتاجة تاخدي تدريبات صوت عشان انت عندك العالي حلو جدا، بس عشان تعرفي تستخدمي انهي طبقة في مساحة حلوة عندك العالي لسه لذيذ بتدرب برضو. جدا. لسه بتدرب وسني صغير يعني، مع اكيد مع السن لا الطبقة طبعا، صغير لا انت وكل صوتك حاجة حلو هتتغير. جدا وفي عذوبة كده، بس لازم فوكاليست تعرفي تستخدمي انهي طبقة في انهي حتة الحاجات دي، لان يعني عندك مساحة حلوة، العالي بتاعك الصوت يعني حلو جدا. يعني فعلا. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا. بشكرك يا ميرسي منى جدا، بشكرك يا ميرسي غرام جدا، لحضرتك. ميرسي. وبتمنى لكم التوفيق يا رب، يا رب ان وعايزين شاء الله. اشوفكم بقى لما بتعملوا الكليبات بتاعتكم والاغاني بتاعتكم ان شاء الله. الخاصة تكونوا ضيوفنا اكيد اكيد مرة طبعا. تانية باذن الله. اكيد ان شاء الله. باذن الله. ما ان شاء الله. فرحانة بيكم جدا. احنا اكتر ولا فقراتنا خلصت النهاردة، فاصل وراجعين نختم يومنا.